تيمور شو عم تساوي هون؟ قال حابب يطمن علينا. انت ريحي حالك. انت شلون بتحكي هيك مع بنتي؟ يلي بيدق الباب بيسمع الجواب. احترم حالك، هي بتكون بنتي. بنتك لكان، وين الإثبات؟ فريدة، هالبيت قديم مو هيك؟ لمين الفرش؟ لصاحب البيت. عن جد صاحب هالبيت ما في ضمير، أخذ منك حق الفرش القديم. لا مو هيك، قال لي فيك تكبيهم. كبيهم لكان، عندي بالكراج أغراض أحسن من هدول. خد يلي بدك ياه وجيبي لهون. يسلم ومنشوف. طيب. شو هالمفاجأة الحلوة تيمور بيك؟ بدك تعرفي ليش اجيت لهون ما هيك؟ ما بدي اياكي تفرح كتير. شو عم تستني؟ روحي ناديلا. بس مدام أمال مانا هون. شو عليه؟ منستنى. جيبي لي كاسة شاي لكان. حاضر. لا تخافي حبيبتي، لا تخافي، ما في شي. ركود. شو صار؟ أول ما فتحت الباب وقع على الأرض، ما قدرت أعمل له شي. شو نساوي؟ خلينا ناخده على المشفى. ارفعوا معي. تيمور بيك، بتعرف شي وين المدام أمال؟ جيت على الشركة لحتى أحكي معها بموضوع. تفضلي، شو الموضوع؟ بخصوص تعديلات الوصية اللي طلبتها المدام مشان توقع على الوراق. منيح لكان، الشي اللي بيخلي المدام تكون مبسوطة بيبسطني إلي كمان. هاتي خليني أشوف الوصية. بس المدام أمال بتقول. تفضل. أنا مدام أمال بالبيت لو سمحت، إلا بدي شوفها شوي. مين إلا بده إياها؟ صديق قديم هيك إلا. الاسم؟ يعني أنا قلت لحالي بلكي تعرف شي عن الموضوع. انت فهماني كل القصة غلط. مو هذا الموضوع يلي بيناتنا. الشغلة ما كانت هيك. كمان أنا هداك الزلمة بعرفه من زمان. بس أنا إن شاء الله تلاقي عيلتك عن قريب. وإن شاء الله ما يضيع تعبي ويكونوا ناس طيبين. ليش هربت مني هيك؟ ليش؟ ما أكلتي بالمرة، جبتن قلت لحالي بلكي بتاكلي. يسلم، وليش عذبتي حالك؟ والله مالي نفس. يلا بقى روقي، والله عم اتضايق عليك كتير وقت شوفك هيك. عم حاول إني مفكر فيه بس ما عم بقدر. لمين؟ يعني قلت إذا بروح لعند أبوكي.
بس انت قلتي لي من قبل انه هو اللي تركك مو؟ منار انا شفت وضعه شلون، كان كتير مريض، يعني هو لازم يعرف انه إله بنت، هذا حقه. طيب لكن انت حرة، بس لا تستعجلي بالقرار، اكيد ما بدك تعيدي مأساتك وتعيشي فيها مرة تانية، وانا ما بدي كمان. تعي لهون، قلت لك تعي، فهميني شو اللي حكيته. شو بدي اقول لك يعني، مو عارفاني شو بدها، لو رحت لعنده وما رحت بدي احكي معه ما بدي احكي، عن جد رح جن وما عاد فيني اتحمل. روحي وقولي له، قولي له انه زوجك كان بيعرف، تصرفي، احكي اللي بتعرفيه، خليها تنشل وما تقدر تروح. ولا يهمك، عندي حل مرتب لهالقصة. وقت اللي رح روح خبرها اللي بعرفه، رح تبطل تروح عن جوزها ورح تكره حتى تسمع باسمه. شو قصدك؟ في شغلات كتير ما بتعرفها، في شغلة ما بتعرف انه جوزها عاملها. شو هي؟ مفاجأة. ليش عم تلزق صور عمو يسار؟ ليش حتى ما لزقها؟ لأنه مات. ايه ما ليش، بيضل عمنا. شو اللي عم تعملوه؟ ليش فاردين كل هالصور على الطاولة؟ هي وظيفة عندي، أمينة عم تساعدني فيها. الأنسة طلبت شجرة العيلة، قال لازم نلزق صور عيلتنا ونكتب الاسم تحتهم. طيب وين صور ستي؟ دورنا كتير وما لقيناه هون. لأنه أنا مخبيتهم. طيب ماما ليش ما في صور لجده؟ وقت كنا عم ننتقل ضيعناهم، ما بقي إله ولا صورة، اتركهم بعدين منلزقهم. اعملي لك شي شغلة. شو اعمل؟ شو رايحة؟ هذا هو الصح، يعني هو من حقه يعرف انه عنده بنت. مدام امال يا ريت تسمعيني، انتي قلبك رقيق وحنونة، ويا ريت رسلان بيك كان هيك عم يفكر مثل ما انتي عم تفكري. انتي من وين بتعرفي اسمه؟ لكن اقعدي شوي خلينا نحكي، رح فهمك كل شي، تفضلي. مو مهم من وين عرفت اسمه، أنا بعرف كتير شغلات عنه. مدام أمال جنان خانون بلا لف ودوران، لو سمحت احكي لي بسرعة. طيب رح أحكي. ليكي نحن صرنا قراب من بعض هلأ مدام أمال، وأنا شايفة إنه من واجبي خبرك كل شي بعرفه، رغم إنه أنا ما بحب تزعلي أو تتوتر أعصابك، مشان هيك هدي حالك لو سمحتي. ليش عم تحكي معي هيك؟ خوفتيني كتير. لأنه الوضع كتير صعب، مشان هيك لساني عم ينربط وما عم بقدر أحكي. لو سمحتي جنان خانم. طيب رح أحكي لك. وقت رحت أخذ منار من المشفى، كان في رجال واقف مع الممرضة، وأنا رحت لعندهم، بس كان صوتهم عالي وقدرت اسمع حديثهم كله. بوس منار وحضنها وشمها وعلق لها طوق مثل الحجاب، ووصاها للممرضة ما حدا يقيمه من رقبتها، حتى على الأغلب حاطت بقلبه خاتم زواجكن، وصار يبكي كتير. يعني هلأ هو كان بيعرف إنه أنت رح تاخديها لهيك إجا يودعها مو هيك؟ هذا اللي بدي قلك إياه، وحتى ما يحكي شي عطارة غبيك مصاري لحتى يتركك كمان. ايه وانا قلت لك لا تروحي مشان هيك، لأنه ما بيستاهل. دخيلك يا رب، كيف قدر يعمل هيك؟ طيب إذا قدر يتخلى عني
كيف قدر يتخلى عن بنته؟ وأنا هذا اللي كنت بدي أقلك يا بالضبط مدام آمال. أنت كل هالسنين كنتي مفكرة بنتك ميتة، بس هو كان بيعرف كل شي بس ما أجا وخبرك. على كل الحمد لله هلأ أنت لقيتي بنتك، خلص انسي كل شي صار وكبي الماضي وراكي. بدي حاسبه عشي اللي عمله، أنا بورجي. لا 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 مدام أمال، ليكي رح أقلك رأيي وشو لازم تساوي. هو أخذ مصاري وكان بيعرف كل شي وما حكى، شو بدك من هيك واحد لتروحي لعنده؟ أنا بدي دفعه الثمن، لازم أعرف ليش عمل هيك. إيه هلأ أنتي معصبة كتير، بترجاكي ارتاحي وفكري بالموضوع أحسن ما يصير لك شي لا سمح الله. يلا تعي قعدي. لا ما بدي أقعد، مدام أمال عملي شي، تصرفي، يلا حركي بسرعة. شو بدي أعمل يعني؟ ماما. مدام أمال عن جد برافو برافو. مدام أمال خليك، أنا رح سوق. قلتي لي مفاجأة، شو هالمفاجأة؟ شو بيعرفني إنها رح تساوي هيك؟ كنت مفكرتها رح تدوخ وتقع على الأرض. اسمعي، إذا انكشف هذا السر لازم نتصرف بسرعة، لازم نتصرف بسرعة، عم تفهمي؟ يعني على القليلة لازم ناخذ لنا شوية مصاري توصلنا على اسطنبول. نحن رح نفوت السجن منار. شو؟ إيه كيف رح يوسع البيت كل هالغراض؟ البيت صغير كتير. شو رح نساوي أمي؟ مصارينا ما بتكفي لنشتري بيت كبير. بس على أساس سحبتوا قرض ما قدرتوا تلاقوا بيت أكبر منه يعني؟ لسه مو يكون أكبر. مشكلة كيف رح نسدد القرض؟ شو اللي عم يصير معنا يا ربي؟ اللي زرعناه عم نحصده يا خانم. لكان شو مفكرة؟ أنا رح أقترح عليكم اقتراح، بس تفضلي يا بنتي احكي. بابا قال إنه رح يقدم هالبيت هدية لأحفادي. وعيك تفتحي هذا الموضوع يا ياسمين، أصلاً أنت مالك حق تحكي بهذا الموضوع. لو كان أبوكي أساساً مهتم كتير بأحفاده ما كان أخذك من دكتور لدكتور لحتى تنزليهم. يا أولاد يلا حقوني على المطبخ. يلا بدل ما تكحلي عميتي، يعني ما بصير إلا ما تحكي. في عنا عملية جديدة بدنا نسويها. أكيد قصدك بخصوص الخدامة. لا، في شخص بدنا نضحي فيه، لأنه برأيي إذا أمنا فريدة من طريقنا هيك منكون عم نقدم خدمة لمنار. بس إذا ماتت مدام آمال كاراكويولو. معلم أنت عارفان شو عم تحكي؟ لازم تنتبه، هاي الشغلة خطيرة كتير، لأنه أنت المشتبه الوحيد، كل يلي بالشركة بيعرفوا خلافاتكم مع بعضكم. منشان هيك أنت يلي لازم تنفذ هالمهمة ببساطة، هيك بتبعد الشبهة عن تيمور بيك. يعني أنا لازم أفكر بكل شيء. والله أنا ما بعرف. لا تقلي أنا ما بعرف، العملية كبيرة بس كمان الربح كبير. قديش بتتوقع يكون الربح؟ بتعرف ثروة عائلة كاراكويولو راح يكن لك حصة منها. ليش ما قلت لي؟ ليش ما قلت لي وخبيت عني كل هالسنين؟ شو ما عم تسمعني؟ أنا عرفت كل شي هلأ. Thank you.
ما بدي اسمعه. ابني روح جيب من جوا 3 طناجر. شو بدك فيهم بابا؟ أول شي عبيلي ياهم مي. شرف وانت طالالي من البراد جزرتين وبيضتين. بدك تطبخ بابا؟ ايه رح نطبخ، بس هالأكل منشبع فيه روحنا مو منشان بطننا يشبع. تمام، عبيتهم مي. لكان حط لي هالطناجر على النار لشوف. وين القهوة شرف؟ من القهوة هون. تاخد من قلب هالعلبة بس حبتين قهوة، بعدين حط بقلب واحدة من الطناجر البيضتين، والتانية حط فيها الجزرتين، والتالتة حبتين القهوة. والله ما عاد اقدر احمل شيء، انكسر ظهري. طبعا بده ينكسر لانه ما في حدا عم يساعدني. بتعرفي شو كان رقم رولا؟ وين كتبت رقمه انا؟ وين حطيته؟ ها هون. اي صحيح هون. ها ليكو قالت لي قليلي وقت بدك مساعدة، وهي اجا الوقت، خليها تجي تساعدني. ايه بس انتي لا تزعلي. ماما شو اللي عم تعملي؟ قصدك تضايقيني بهالتصرفات؟ ايه بلا قلة عقل وحاجتك بقى. انتي ليش هيك مفكرة؟ يعني انتي احب على قلبك اني ضب كل هالغراض واحملهم على ظهري لحتى ينكسر كمان؟ هيك بتنبسطي ما هيك؟ بعرف هيك بدك، فهماني عليكي. ماما لا تتصلي. 0-5. ماما قلتلك لا تتصلي. وليش حتى ما اتصل يعني؟ لأنه شو ما عملتي ما رح تقدري تفرقينا أنا وأمير. لا تتعبي، أنا وزوجي كتير منحب بعض. سمعتك وأنتي عم تحكي مع رولا وقلتي لها أني حملت بالولاد لحتى علقوا. مزبوط، أنا هذا اللي بديه، لأنه فكرت أنه الولاد بيربطونا مع بعض أكتر لحتى ما نفترق بالمرة. بابا هدول عم بيغلوا. خد من هنيك 3 صحون، حطوا بصحون الجزرتين وبعدين البيضتين، بعدين حبتين القهوة وجيبوهن لعندي. شو صار؟ حدا فهم شي؟ بابا هدول انسلقوا. بس حالتهم كيف كانت وكيف صارت هلأ؟ صار الجزر أطرب شوي على السلق يعني. ايه والبيض؟ حاسس حالي تلميذ قاعد بالصف بابا. قلي ابني شو صار بالبيض؟ شوفت عينك انسلق، صار أقسى. بس حبتين القهوة ضلوا على حالهم ما هيك؟ يعني على السلق في شي طري وشي قسي وشي ضل على حاله. اسمعوا منيح يا أولاد، بالزواج لازم يكون في حب وعطف مو شفقة.
الزواج من غير حب بيخلي حياة الزوجين مثل الجزرة بعد السلق رخوة، وإذا ما كان في عطف ورحمة بيناتهم بيصيروا اتنيناتهم قاسين مثل البيض. وإذا اطلعت على الظاهر بتفكر ما في شي، بس من جوا الوضع غير، ومع مرور الأيام بيبعدوا عن بعض، وفي منهم مثل حبات القهوة. هدول مثل ما شفتوا فيكن تغلوهن قد ما بدكن، ولا تنسوا كمان أنه كل مرة بتغلو فيها الحبات بتزيد طعمتها وريحتها حلاوة. ايه العبرة من هالحكي هلأ رح تفهموها. أمير جيب لي فنجانين فاضيين لشوف. وهي الفنجانين، وهلأ عبيهن جواتهم. وهي عبيتهم، شربوا لشوف. طيبة ما هيك؟ المقصد الزواج لازم يكون فيه حب وعطف واحترام ليكون زواج ناجح. وبراهنكن لو شو ما صار، لو كان في خناق بيناتهم، لا بيتغيروا ولا بيتخلوا عن بعض. يلا صحتين وهنا. طيبة كتير. صحة وهنا. يلا ياسمين تركي الشغل وتعالي نشرب قهوة سوا، لسه في قدامنا سنين طويلة لاحقين على الشغل. يسلموا. تشربي مي؟ طويلة؟ اي نعم كتير طويلة. أمير مشان هديك الليلة. أنا بعرف ياسمين، يعني بعدين عرفت حبيبتي، أنا واثق أنه بدك هالولاد وخايفة عليهم أكثر من روحك. هذا اللي صار، عصبت وما فكرت مثل العالم، سامحيني حبيبتي. يسلموا ايديك، القهوة طالعة طيبة. صحة وهنا.
أنت اللي راح تختاري، هاي حياتك إليك وقدرك. رح يضلوا أماني عندي لبين ما تجي أمهم حتى تاخذهم. يا ربي تهدينا ودلنا على الطريق الصحيح. اللهم استخيرك بما أنت به أعلم. يا ربي اهدينا بنورك الهادي لحتى ما نضيع طريقنا. آمين. بدي أسألك سؤال، إذا ما رحت على الشركة اليوم بتزعلي مني؟ بصير تغيبي من أول يوم إليك؟ شو أعمل؟ شفتي كيف شرف بهدلني قدام الموظفين؟ طيب كيف بدي أطلع بعيونهم؟ شو عم تحكي أنتي؟ نسيتي إنك بنتي ولازم تشوفي حالك؟ ما لازم تهتمي بحدا ولا برأي حدا. رح تروحي على الشركة بدالي. أنتي مو رايحة معي؟ لا، عندي شوية شغل برا. بعد الشيء اللي صار معي امبارح حابة أتمشى لحالي حتى ريح أعصابي. بشوفك بعد الظهر. مثل ما بدك فريدة. صباح الخير. صباح النور. حكيتي مع زوجك شي؟ مدام أمال، والله ما بدي زعلك، بس الأحسن ما أتدخل بالقصة. أساساً أنا وهو على خلاف. منيح بيكون أحسن. ولا يهمك، أنا بحكي معه. اليوم لما تطلع من الشركة منروح لعنده وكمان منشوف خير الدين، بركي منقدر نتفاهم معه، يمكن يطلع واحد من البيت فهمان ونعرف نحكي معه. ما بظن. أنا عم أقول بلا ما نروح وبلا ما نحكي معه، مو هيك؟ ليش؟ يعني معقولة ما اشتقتي لخير الدين؟ شو هالحكي، أكيد اشتقت له. معقول ما اشتق له؟ بس يعني أنا بدي شرف يتعذب فيه شوي. من أول ما ولدته كان معي، أنا اللي ربيته لخير الدين لحالي. هو مفكر إنه تربية الأولاد شغلة سهلة، خليه يدبر حاله لشوف، بلكي بحس بشوية مسؤولية تجاه ابنه. أنا متأكدة بس مو كتير، بيتحمله هالكام يوم وبعدين دغري بيجيبه لعندي. بس ما رح تتحملي بعده إذا أنا فاير دمي عليه. عم يحترق قلبي، بس رح أصبر، رح أصبر. أنا أساساً تعودت على الصبر. لا تقلق تيمور بيك، أنا قدام البيت. ها هلأ طلعوا. مع السلامة حبيبتي. دقيقة دقيقة، المدام آمال ما طلعت بالسيارة. تمام، رح استنى الفرصة ونفذ، رح ألحقها. مين في عندك؟ ما في حدا، بس بعد شوي بيجوا. وين راحت ياسمين؟ أمير أخذها ليفحصها. أخذها ليفحصها؟ مشان الأولاد؟ حلو كتير، كتير حلو. يا سلام، زوج وزوجة كتير سعيدين ورايحين يطمنوا على الحمل. غالب مو هيك، مو مثل ما ناك مفكر. أساساً هداك اليوم اتخانقوا وزعلوا من بعض. بكفي بكفي.
قلت لك الوقت مو من مصلحتك، فهمتي؟ وحضرتك لهلا ما عملت شيء ناريمان. غالب شو اعمل؟ يعني ما فيني اقلع من البيت؟ وانا شو اعمل؟ رح اقول له لنضال خليك لا تجي. ناريمان خانو، الاتفاق يلي بيناتنا التغى ويا دار ما دخلت شر. استنى استنى شوي غالب، استنى اعطيني شوية وقت بس. وقت؟ اي وقت؟ ليش بقي وقت؟ اذا لسه تأخرنا كمان شوي الدكتور ما راح يرضى ينزل الاولاد يا ناريمان. غالب بس انت عطيني اسبوع واحد وانا راح اضبط راح اضبط الوضع، عطيني فرصة وشوف. مرحبا أمي. اهلا وسهلا. امسكي شوي امي. يسلم. كيفك ياسمين؟ منيحة بابا. اجيت حتى اطمن عليكي. منيح اجيت بابا، اهلا وسهلا. طمنيني كيفهم؟ قصدي الاولاد. الدكتور شو قال؟ هنن بخير، صوروني ايكو. كتير حلو. سمعتي يا ناريمان خانو؟ اسمعي اسمعي، هنن مناح. ايه؟ وصورتهم ايكو. بما اني فرحت راح ادعي لك ان شاء الله باقرب وقت تقومي على رجليك وتمشي مشان تحملي اولادك. ان شاء الله. يسلموا. كنت رح اتصل فيك بخصوص موضوع البيت، نحن عم نفضيه وحطينا اعلان بالمكتب العقاري ليلى وشرى للبيت، وباقرب وقت رح نوفي لك دينك ان شاء الله. اذا شايف هالشي مناسب ما في مانع. بدك مني شي ياسمين؟ لا والله بابا يسلم. لكن بعد إذنكم أنا رايح. أمان! شو هالحظ؟ قادرتني! أمان، أنت منيحة؟ فيك شيء؟ أنت؟ لا تقرب علي، بعد عني لشوف. أمان، هديك السيارة كانت جاية بدها تدعسك. ليك مين عم يحكي هالحكي؟ ما أنت قبل 30 سنة دعست على قلبي وما سألت. بس يا أمان! تركني، تركني لشوف. أمان، لازم أحكي معك. لا، ما في شيء بيناتنا نحكي فيه. انت بدك مصاري؟ استنى هدول اللي معي. خود. شو؟
قاعدة عم تفتشي بموبايلي؟ شو الشغل اللي بقي عن نصه؟ في عنا نقلة كبيرة. كأنه حضرتك عم تحققي معي ست رنا؟ ماما؟ إذا بدك بكرة بجيب لك وحدة تساعدك بتنظيف البيت. إيه بصير بصير. أنتي زعلانة شي؟ إيه لا. لأنه رح ننتقل. حبيبتي أمي، أنا ما بدي إياكي تزعلي. بكرة بتتعودي على البيت الجديد. إن شاء الله حبيبي. ما بيكفي إنه رح نضلنا مع بعض؟ أهلين بابا، بالبيت. ماشي يلا، بعد شوي بكون عنكم. تكرم بابا. شو صار؟ بابا هلأ بالمكتب العقاري وبده يعني. يمكن لقوا شرة. يمكن. ياسمين، ما بيقدر يخبي عنا، دغري بده يخبرها. ماما، لوين راح أمير أمي؟ أنت ليش عم تتعاملي معي هيك؟ ليش ما عم تجاوبيني؟ لا تحكي معي. شو عملت لك؟ فهميني. عملتي لابني مو إلي. دمرتي حياته لأمير وعم تستني اتعامل معك معاملة منيحة؟ ماما بترجاكي بكفي. لا تحسسيني بالذنب. أي وحدة مكاني بتتعاملي معها هيك؟ حلوة أو بشعة ما بيهمك، منيحة سيئة كلهم مثل بعض. لأنه أصلاً أنتي مو مستعدة تحبي حدا غير ولادك. ليك فريدة، حتى فريدة ما خلصت من شرك. اسكتي. وأخي يسار مو بسببك خرب بيته كمان؟ ويمكن لهذا السبب بعد عنك، هرب من شان ما تخربي له بيته. يمكن معه حق. مو صحيح الحكي، مو صحيح. انت بتعرفي بشو كان عم يفكر يسار؟ شلون بتعرفي انه كان عم يفكر هيك لحتى تحكي هالحكي؟ انا بعرفك الك. لو مو انت ورا القصة ما كان اخي شرف فكر انه يطلق مرته ابدا. ويمكن حتى اخي يسار كان عايش هلا وما مات. سكتي سكتي خراسي وسدي حلقك. سكتي. ماما خلص. تركي تركي ابني، تركي انقلعي من هالبيت. ما حدا بده اياكي هون. هو عم يشفق عليكي، هو ما بحبك. ماما حرام عليكي. انت عم بحبك علي. ابني عم يشفق عليكي، فهمانه؟ امبلا هو شفقان عليكي وكلياتنا هيك. موتي وريحينا بقى. روحي روحي من هون. بصراحة ما كنت عم بين قدام أمي هالشي. ما كنت حابب إني أترك البيت بابا. وأنا كمان ما كنت حابب أتركه لأنه حامل ريحة يسار. بس قدر الله وما شاء فعل. خير شرع؟ شو في يا أخي؟ بدي أشتغل على السيارة. شو يعني بدك تشتغل شوفير؟ أي والله راح صفة وإجي. يلا ماشي. رجع شوي، ضب لجوا. رجع رجع، يلا رجع كمان 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 كمان. معقول اليوم يفك النحس عنا؟ كل الأخبار اللي سمعناها حلوة. شو اللي صار؟ بعنا البيت